كما شفنا في ليكزامبل القدم الكل، انه اي فونكسيون عندها ان تيب دو غوتور، وعندها حاجه قاعده ترجع فيها في وسط الريتيرن. دونك كيف نستحقوا الفالور اللي ترجعها الفونكسيون، جوست نصنع اون فاريابل كيما لهنا بول ريزولتا ونحطوا فيها الريتور نتاع الفونكسيون، والا نجمو نعملو ديريكت سي اوت. لكن عندنا ان تيب اخر نتاع دي فونكسيون ما يرجع حتى شيء، دونك كيف تعيطلو ما عنده ما باش يرجع لك. دونك لهنا التيب دو روتور نتاعو اسمه void. void يعني فارغ حتى شيء. نجمو لهنا مثلا نعملو فونكسيون اسمها سالو، ونعطيوها حتى ارغومون جست تعمل سي اوت بونجور. اكزامبل سهل برشا. من بعد بالطبيعة مش باش نجم نعمل void سالو ايجال سالو، ما عندها حتى، كي نعمل هكا تجيني ايرور ديجا، ما عندها حتى سانس انك باش تحط حاجه فارغه فيش حاجه فارغه. دونك ايل سوفي انك انت ديريكتومون باش تعمل لابيل هذاك. كي عملت لابيل رجع لي بونجور. دونك نجمو نعمل اكزامبل اخر، مثلا نجمو فونكسيون اوتوريزي ردوها ما ترجع حتى شيء. دونك كان اج اكبر من 18 نجمو ردوها الى فيش سي اوت مرحبا نو مثلا، ونجمو كي عمره اقل من 18 نقولو لها لا ما تنجمش مثلا عمرك اش ما اكزامبل ديبيل على الاخر، معناها جوست باش نجربو. دونك لهنا كان نخلي بول ريزولتا ايغال اوتوريزي باش يجيني ايرور. قالك void value not ignored as it ought to be، معناها لهنا فما مشكلة. دونك لازمنا نحيو الديكلاراسيون هذيا ونخليوه، ونحيو السي اوت ونحيو هذي اوب. دونك لهنا نجمو نحيو لابيل ثاني خاطر ونخليه، ونعمل هنا اند لاين باش يرجع للستار. اوكي اي توا سي بون. دونك قالو بونجور وبعد قالو مرحبا احمد، وقالو ليه ما تنجمش عمرك 5. دونك كان نشوفو اللي الاولاني احمد عمره 20 سنه قالو مرحبا احمد، الثاني اسمه عمر عمره 5 سنين قالو ليه ما تنجمش عمرك 5. دونك هذا كانت اكزامبل صغير باش نفهموا بيه لي فونكسيون اللي ما يرجعوا حتى شيء.